بكره لينا بالعمل والاراده تنهض مصر بينا، وان شاء الله مصر هتنهض بينا وبيكم باذن الله. الحقيقه النهارده عندي ملف ناس كتير جدا ما بتحبش ان هي تتكلم فيه، ودي الافه اللي موجوده عندنا في مصر. لما يكون في حاجه بتمس المجتمع المصري احنا دورنا كاعلام ان احنا نعرضها على حضراتكم. احنا ملناش راي في هذا الموضوع بالذات، لان لو هاجي اتكلم في هذا الموضوع انا ما عنديش الدرايه الدينيه كالمشايخ اللي ممكن تكون موجوده في المجتمع اللي تقدر تفتي في هذا الامر. ولكن اللي بيصدر للناس ان الحاجه دي مش موجوده. ليه مش موجوده؟ لان في اختلاف فيها، وان اي حاجه فيها اختلاف ما نقدرش ان احنا نتكلم فيها، فممكن ناس كتير جدا تتعرض لخطوره هذا الموقف. علشان كده احنا بنحاول مع حضراتكم ان احنا نوصل للقصه كامله والحقيقه في هذا الامر. لما اجي اتكلم النهارده ناس كتير جدا في هذا المجتمع تقول ان الجن موجود او مش موجود، السحر موجود او مش موجود. بالفعل في حاجه اسمها الاعمال، بالفعل ممكن الجن يؤدي الى حدوث اشياء غير متوقعه من البشر. اكيد ناس كتير جدا بتفكر وبتحاول توصل لاجابه لهذا السؤال. ولكن النهارده شفنا في مجتمعنا الفتره اللي فاتت ظاهرتين، او نقول احدى الظاهره، نقول الظاهره الاولى في الاول، ان الناس بدات تتواكل على هذا الامر. اللي تحصل له مشكله يقول لك اصل انا ملبوس، اصل فلانه عملت لفلان عمل، اصل حصل، اصل الحكايه. وبدانا نلف حوالين بعض في دايره مغلقه، وبتتناصر الاحداث والاقاويل دون معرفه. ليه؟ لان احنا دايما بنوطي وشنا في الارض وما بنحاولش نطلع بمعلومه او حقيقه لهذا الامر. الامر الثاني اللي الظاهره الثانيه اللي عندنا النهارده ظهور فئه اسمها الدجالين، اللي بدات في سبوبه، في ضحك على الناس، في نقول امتصاص للاشياء اللي ممكن الخوف اللي نقول في نفوس الضعفاء اللي موجودين في هذا المجتمع، ونستغل دي ازاي، ونضحك عليهم ازاي، ونبص في عينيهم ونفتح ايديهم ونبدا نقول لهم قصتكم وحكايتكم، ونبدا نتكلم في حاجات ممكن ما تكونش موجوده ولكن احنا نوصلها ان هي موجوده. والشخص للاسف بيكون عنده استعداد قوي انه يسمع ويصدق ويقتنع كمان. علشان كده كل الاعلام في الفتره اللي فاتت اللي يجي يتكلم عن هذا الملف يقول لك انتوا بتودعوا، قول الناس فين. لا، هو موجود او مش موجود، ده اللي هنعرفه النهارده مع ضيفتنا اللي هتنورنا النهارده الحاجه ساميه فهمي، اللي معالجه ولكن بالقران الكريم. اخذت اطار هتتكلم فيه مع حضراتكم ازاي ممكن لو الحاجه دي موجوده ازاي نعالجها، ولكن في اطار واحد فقط وهو القران الكريم. في ناس بقى تانية تعمل لك حجاب، واستحمى بالحجاب وارمي المية مش عارف فين، وحط ايه، وحط ايدك فين، واطلع مش عارف هتلاقي قبر محطوط فين. كلام كتير جدا بدأ يتقال، ما بين الحقيقة والخيال، ما بين الصحة من العدم، ده اللي احنا عايزين نفتحه مع حضراتكم النهاردة ونتكلم فيه. وياريت قبل ما نداوي الجرح نمضض هذا الجرح، ما نغلقش عليه بالغرز ويفضل الشيء مكتوم تحت الجرح، اذا مفيش علاج لهذا الجرح. نطلع لفاصل ومنه التقرير، ثم مع ضيفتنا الكريمه. تشهد ظاهرة الدجل وشعوته تزايدا رهيبا في السنوات الأخيرة، بالرغم مما يشهد العالم من تقدم تكنولوجي في مختلف المجالات. وأصبحنا نجد في الكثير من الأحياء بيوتا ومحلات يزاول الدجالون نشاطهم فيها لممارسة طقوس السحر. وقد أصبحت هذه الظاهرة موضة يلجأ إليها أشخاص من مختلف فئات المجتمع كوسيلة لحل مشاكلهم الاجتماعية. ويرى خبراء علم النفس أن أغلب الناس يشعرون بالضعف في حياتهم والشعور بعدم الثقة في النفس، فيلجأون إلى معرفة الغيبيات أو الحصول على مكاسب بأسهل الطرق.
وفي علم النفس يسمى هذا بالحياد النفسية، حيث أنهم يستخدمون دفاعات نفسية غير سوية، وأهمها ما يدعي بعدم الفعل. فبدلا من التغلب على مصاعب الحياة أو السعي لتحقيق الأمل الكبيرة بالعمل والاجتهاد، يسعى هؤلاء للوصول إلى الأشياء بسرعة، لتبرير عجزهم من خلال الأبراج وقراءة الفنجان ومعرض الحظ والتنجيم وغيرها من الأمور الإنتاجية المهدرة للمال والوقت. وقد انتشر السحر بسرعة لأنه أضيفت عليه صبغة علمية وأصبح موجودا في الإنترنت، ويصدر عنه الكثير من المطبوعات والكتب التي تسجل أرقاما كبيرة من المبيعات. وقد نجد مبررا إنسانيا بعيدا عن حرمة هذه الأمور شرعا، إذا نظرنا إلى أن قراءة الأبراج والحظ قد يدخل إلى النفس القلقة بعض الراحة النفسية، وهو أمر معقول على أن لا يتعداه إلى الإدمان والاعتماد على السحر في تيسير أمور حياتنا. لكنني لا أستطيع أن أجد تبريرا لمن يخططون لمستقبلهم ويتخذون قراراتهم على أساس ما يقول لهم قارئ الفنجان أو الدجالي، لأن هذا كله سيسبب لهم صدمة نفسية كبيرة وإحباطا شديدا عندما يكتشفون أن كل توقعات الدجالي تدخل في باب الأكاذيب والأوهام، وأنهم فقدوا آمالهم وأمنياتهم التي لم تتحقق، وأنهم فقدوا إرادتهم في الحياة. جانا لحضراتكم مرة تانية واتكلمنا قبل الفاصل في حاجة موجودة في المجتمع ولكن ناس كتير جدا بتقول لك آمن نفسك مش شايفها، وهي الجن ما بين الحقيقة والخيال. واتكلمنا مع حضراتكم كتير جدا عن كل الناس اللي بتتكلم في الملف ده ما بتحبش تتكلم فيه كتير، لان مش عايزين يوصلوا للحقيقة، او لو حب يوصلوا للحقيقة عايزين الحقيقة اللي هم مقتنعين بيها مش اللي بالاسف في المجتمع. وده بيؤدي ليه؟ بيؤدي للنهاردة اللي شايف الشاشة النهاردة بيسمع مننا هو كده كده مش هتغير عقيدته في حاجة، هو متأكد منها ان الجن موجود او مش موجود، في سحر او ما في سحر. ده اللي النهاردة ضيفتنا الكريمة هتوضحه لنا. طبعا بنرحب بحضرتك الحاجة سامية فهمي، معالجة بالقرآن الكريم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكم واهلا بالمشاهدين. منورانا. الله يخليك بنوركم. حاجة سامية، انا عايز ابدا معاكي واحدة واحدة كده، وعندنا اكتر من محور لهذه الحلقة. خلينا نبدا في البداية، هو في سحر ولا ما في سحر؟ طيب هو خلينا الصراحة، السحر ده طبعا جميل معناه ولا هو مذكور في القرآن برضه؟ اكيد مذكور في القرآن. طيب يبقى اذا احنا دي حقيقة، مش حاجة غريبة، انا هقول حاجة غريبة. تمام. هو موجود بس احنا مش عايزين نعترف بيه. معلش، احنا واضح ان كل المشايخ والناس اللي بتتكلم كلها عايزه تبعد عن السكه دي خالص، على اساس الناس ما تعتقدش فيها. لا معلش، هو في ناس بتاذي ناس فعلا، مش مفيش، لا موجوده، بس احنا مش عايزين نعترف. ليه طيب؟ بالعكس، احنا لازم نفهم الناس في حاجات، ناس اذى وهي لها علاج، وبعدين دي بيكتشفها اللي هو فاهم بقى. يعني ما يقولش خلاص عنده سحر وخلاص، لا، مش كل حاجه سحر. لا، ما نقدرش نقول ان كل واحد تعبان يقول انا عندي سحر، لا بالعكس، هو ممكن يكون تعبان نفسيا، ممكن يكون حصل له صدمه في حاجه فادت بيه الى ان هو في حاله نفسيه تحسسك ان هو في عالم تاني. تمام. مثلا فدي محتاجه دكتور نفسي، ماشي، انا ما عنديش مشكله. انما في ناس بتبقى عندها اللي هي الوسواس القهري. الوسواس القهري ده ينقسم كذا حاجه، بس الوسواس القهري ده يدخل تحت بنده ان يبقى حد بسم الله الرحمن الرحيم معاه حاجه، لان عمال بيتكلم كلام غريب وبيشوف حاجات غريبه وبيقول لك انا بشوف كذا، فبيضطر ده عنده هلاوس. عنده هلاوس. هو كل الناس عندها هلاوس، ما هو ماشي، بس انا ما احطش اللي قدامي ده انه مجنون بقى وعنده هلاوس. ممكن فعلا شايف ان راجل عاقل بس حصل له ظروف قلبت كيانه. تمام. وممكن يكون حد اذاه فعلا، فهو فعلا في حاله نفسيه غريبه غير النفسي اللي هو ممكن تتعالجه. تعالج مع دكتور. دي مش كل الناس بتقدر تعالجه. دكتور انا مره سالته قال اه فعلا حضرتك، احنا ما بنعالجش كل حالات الوسواس القهري، ما بنقدرش عليها. يعني في حاجات يعني وجه ضد المسكنات، والمسكنات دي احيانا يعني العقل بيبقى ايه غايب شويه، او بمعنى صح بتبدا تتعب الايه الدماغ او الخلايا المخ. معلش، ما تشغل المخ على اساس ان هو بقى ينسى المواضيع دي، بس ما ينفعش كله يبقى كده. لازم ان يبقى في علاج تاني. تمام. وفي علاج روحاني، بقى يقول لك العلاج الروحاني دي ليه احنا زعلانين قوي من كلمه علاج نفسي للجسم او روحاني؟ ليه؟ مع ان ده بالعكس بيريح جدا، الا بذكر الله تطمئن القلوب. وبعدين عندك يعني يقول لك ولو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. انتوا كل الكلام ده يعني بنرميه على ظهرنا وماسكين، بس ما لازم ما انت، لا ده ما فيش الكلام ده. لا في، لا يعني لازم نكون برضو عندنا يعني معلش
احترام لديننا ان ديننا في في شفاء لينا مش مفهوش. طيب حاج سامي خليني وانا بتكلم مع حضرتك اتقمص شخصيه الشخص اللي عاوز يسال واللي عاوز يفهم والشخص اللي ممكن يكون معارض لوجود هذه الفكره. هنبداها باسئله معينه. خليني انا بقول لحضرتك النهارده ناس كتير جدا بتقول القرين بتاعه كذا في ناس تقول الجن كذا. طب في فرق ما بين القرين والجن؟ ده ما هو جن برضه. ما القرين ما جن برضه. ايه الفرق ما بينهم؟ مفيش. الجن ده ممكن يكون عارض. يعني عارض حصل معاه مثلا انه كان في مكان ما او راح مثلا عند مشايخ وحصل انه معاه لبس او في راح بيت والبيت ده مثلا مش مظبوط فبيخش بيبص زي جسمه تعب. الناس تقول لك انا دخلت البيت حسيت ان انا تقيل اتخنقت. ممكن يكون حصل معاه في الحته دي بقى ان حاجه حصل معاه لبس. عارض ده اسمه عارض بقى. ان انا عارض. انما القرين ده ملازم الانسان من مولده ده معاه بيبقى اما ان هو يعني بيبقى مسلم او اما مسيحي. ففي كلتا الاحوال هو موجود مع البني ادم ده مختلف تماما عن العارض بقى. تمام. طيب حضرتك قلتي لي واشرتي واحنا بنتكلم في البدايه قلتي لي ان في واحد ممكن يكون مريض نفسي او مضطرب ولكن هو معتقد ان هو يكون معاه مسه او سحر. طب ايه ممكن الاعراض اللي انا اقدر اقول ان الشخص ده فعلا مريض نفسي او الشخص دوت معرض مثلا لعارض معين من المسه او السحر او غيره؟ انت حضرتك خد معاه بعض جلسات بالدكتور النفسي. تمام. يعني جلسات طويله وفي الاخر حس ان هو ما استفادش او ان هو ما حصلش معاه اي تجديد في الموضوع. معناها انه في حاجه فيه بقى. معناها في حاجه تانية خالص خرجت عن موضوع العلاج النفسي. تمام. فهو الدكتور برضه مصر ان ما فيش حاجه زي كده. لا بيبقى في ساعات حاجه زي كده وفعلا متلبس وفعلا بيشوف حاجات وفعلا ما بينامش كويس وفعلا مصدع على طول بيشتكي في جسمه في حاجات غريبه. يعني مثلا بيشوف لا جنبي لا مش عارف ماله لا القولون لا قلبي ما اعرفش دقاته سريعه حاجات بتبقى غريبه وبيبص يلاقيها راحت منه بعد شويه. انما بيتلازم كل شويه. معناها ان هو في حاجه مش طبيعيه في جسمه. تمام. حتى ضغطه لا طلع مره لا نزل مره وهو اصلا ما عندوش الحاجات دي خالص. تمام. فمعناه ان دي حاجات غير طبيعيه بقى. ما نقولش ان دي حاجات مش عارف ملازمه علشان هو نفسي. لا ده هو عمال كل شويه على الجوب. يعني زي ما قلت حضرتك خد شوط كبير في العلاج النفسي. ولكن مع الاسف في الاخر بيتعب بيقول لك لا انا عايز اشوف بقى علاج دكتوراه. تعبت من الادويه تعبت من الدكتور النفسي مش عايز يكمل. لا الموضوع لا. وراح عند شيخ محترم ممكن يكون اراه وافاده. ايه اللي زعل في كده؟ ايه اللي زعلنا في كده طالما افادني الراجل ده؟ وممكن الراجل يكون محترم افادني. تمام. ليه انا مش معترف بيه؟ مثلا هقول لا الناس دي اصلا كلها بتدجل اصلا كده. طب افرض ده كمان ما بياخدش فلوس. ده محترم وبيعالج الناس صح ومش ما بيعمل لهمش حاجه الا كل خير خلاص وبيطلع يقول لك انا بقيت كويس. ليه زعلان؟ يقول لك اصل لا ده هو بس كان نفسيته لما لقى الراجل كويس قال لك ده نفسيته بقت كويسه. لا بالعكس. هدخل مع حضرتك في السؤال اللي بيهم الحد اللي ممكن يحاول حضرتك او المعارض لهذه الفكره. النهارده يقول لك ايه؟ يعني ايه كلمه لبس؟ والمفترض ان في القران الكريم يتقال خلق من مارج من نار. من نار. طيب هو في نار ممكن تخش جوه جسم بني ادم؟ توضيح حضرتك. جميل. اولا اللي نعرفه عن بسم الله الرحمن الرحيم يعني لو عن جن ده اولا ما هوش هو خلق من نار السموم. ماشي. جميل. ما ينفعش يخش زي ما انت بتقول ان النار ما ينفعش يخش الجسم. يعني هو في ايه؟ هم عندهم قدره على التشكل. يعني ايه؟ يعني ان انا ممكن اتشكل ابقى في صوره حيوان. ساعات بتشوف تعبان مش عارف تشوف كلب حاجات زي كده هتشوف المنامات حاجات بتجري وراهم غريبه. هم بيتشكلوا في هذه الاشكال لمده معينه. لهم حته بيقول لك يعني عندهم القدره على التشكل حتى يقدر يبقى في صوره بني ادم لحاجه بسيطه جدا. واخد بال حضرتك؟ فبيقدر ان هو يتلبس ساعتها الجسم ويتعبه. انا قدام عيني كان في شيخ جه عندنا وشفته بالعكس وكانت واقفه قدامه ست محترمه جدا وبتاع وكانت تعبانه. قال لي لا لا دي مش عارف دي ملبوسه وبتاع. بس الست تقرا عليها الست كلها على بعضها ارتعشت وقعت على الارض. طيب يعني هو معنى كده عمل ايه؟ لبسها. تلبسها يعني ما ست واقفه محترمه ما فيهاش حاجه هو وقعها على جنبها على الارض. معناها ان عنده القدره على الحته دي. فانا المهم حتى سالته بعد كده قلت له انت ايه هي الست ما فيهاش حاجه؟ انا شخصيا قلت له لا هي ما فيهاش حاجه هي تعبانه نفسيا يعني عندها لا. قال لي لا حاجه. قلت له طب انا عايز اسالك سؤال معلش صريح يعني ايه اللي حصل ده؟ قال لي ولا حاجه انا عملت كده
علشان تعرف ان هي تعبانه وعليها حاجه ودي لكل ان انا سنة. ان انا كده يعني هستوعب انا العمليه بقى واي حد لو ولد. انا برضو انا سؤالي لحضرتك هل بالفعل ممكن الجن اللي خلق من مارج من النار ان هي كده يدخل جوه جسم البني ادم؟ لا ما تدخلش، هو بص بيبقى بص ولا تاثيرات خارجيه الملامسه الملامسه الخارجيه، وهو زي ما انا حكيت لك في دقائق وفي ثواني يبقى حاجه ثانيه خالص، يعني بيبوظ كيمياء الجسم بسرعه. لان طبعا ده صعب قوي، دماغ السموم دي حاجه يعني كبيره، لو ده كده خلاص هيعمل بلاوي فيه، هيقع على الارض اقل ما فيها. وده اللي بيحصل بس، وبعد كده بيرجع تاني. تمام. طيب بس. الشخص اللي في المجتمع اللي بيسمع حضرتك النهارده يقول لك ناس كتير جدا بتقول ان المس او اللبس وفي فرق ما بين دي ودي، طب هو في انواع للجن؟ يعني في حاجه، في ناس سمعت كتير جدا كانت على صفحتي النهارده بتقول حاجه اسمها الجن العاشق، الجن مش عارف ايه، فعلا في انواع او في نقول اكتر من تشكيل لظهور الشيء ده؟ هو في منهم حتى مش قال لك منا الصالحين ومنا دون ذلك؟ تمام. طيب يعني في منهم صالحين يعني مسلمين وطيبين وممكن يبقوا معاشرين للبني ادم، وبالعكس ده بيساعدوه لو في عنده اي مشكله بيساعدوه. بص الدنيا المشاكل بتفتح، انا هتقول سبحان الله اشمعنى هم اللي فتحوا الدنيا دي. في وربنا بعد ربنا طبعا. في بالنسبه للي هو اللي بتقول عليه العشق ده اللي هي بتبقى بنات كتير، ولذلك نسبه العنوسه كبيره جدا من المواضيع دي. يعني ممكن يكون عامل ما هي مشكله بقى، ما انت مش حاسس، هي بيجي لها في المنام. والمنامات دي يقول لك ده منام بقى دي احلام البنات وهلوس بنات وبتاع علشان ما اتجوزتش. لا مش كده، لا هي في فعلا بيبقى في عشق وبتبقى في مشكله بالنسبه لها. ولو ما اتعالجتش بتفضل مسافه طويله وبتوصل للبنات وتعدي. لان المساله دي خلاص عشق عشق صحيح. وبتحس معاها حد هتقول لي برضه ممكن يكون اصعب انواع ال ايوه ده اصعب حاجه بقى. ده فعلا بيبقى مشكله ان انا اتصادفت مع واحده زي كده وبعدين يا دوبك الواحد حط ايده عليها لقيته طلع قال لي انا معاها وهي مبسوطه. بص خد بالك هو قال لي كده، بصيت لقيتها بعد كده فائت قلت له في حاجه حاجه سامع، قلت لها ماما انت معاكي حاجه كذا 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 يعني على اساس ان الموقف حرج. فقلت بس انا ما بحكيش لحد وعايشه لوحدها في شقه. تمام. وقالت انا مرتاحه كده، يعني انا مش عايزه، يعني زي ما بتقول مش عايزه اتجوز. شوف موصلها ان انا ما قلتش كده، وهو معاها هو رد عليا، بقول لك لقيت صوت تاني بيرد عليا. فاستغربت يعني، ففعلا لما معاها وهي قالت انا انا عايشه كده شكلها ظريف وحلوه زي الفل. تمام. قلت لك انا مش عايزه اتجوز يا حبيبي. طيب. وما جاتليش تاني. اتكلمنا في ايه قرانيه اللي هو خلق من مارج من نار، حضرتك بتوضحيها. الحديث الشريف اللي بيقول ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. تفسير حضرتك ايه؟ يجري مجرى الدم؟ هو احيانا بيخش في مش في الدم، يعني مش بما معناه قوي كده، لان ده كده بهدله. يعني معناها لو دخل في كمية الجسم ده حديث طبعا عن البخاري، صحاح البخاري، ده هيبهدله قوي يعني. لا هو مش كده، هو زي ما انا حكيت لك لو لمسه كده هتبوظ الدنيا كلها، لو لمسه من بره الجسم. لان هم صعب قوي. طيب. صعب لمستهم يعني. الناس كتير جدا بتروح للشخص اللي هو المعالج. احنا عايزين بس نفرق ما بين كلمه معالج وما بين دجال. لان الدجال ده ليه اساليب معينه بيقدر يشتغل بيها، والمعالج يقول انا بشتغل بالقران. صح. ناس كتير جدا، طب انت لو بتعالج بالقران هل في ايات معينه بتقراها؟ بيقول لك لا ده في كل جن او حاجه دي ايات معينه. طيب انت ازاي بتستحضر الكلام ده كله؟ الناس تقول لك والله في حاجه اسمها خدام الايات. فعلا في حاجه اسمها خدام الايات؟ ما في خدام ايات. هم مش خدام ملائكة الآيات دي، ملائكة يعتبر، مش عايزين نوضحها أكتر. لا دي ملائكة، دي ملائكة ده قرآن. وخدام في نفس الوقت يعني، بس ملائكة يعني حاجة مش قليلة يعني، لا موضوع كبير. بيقول لك أنا معايا مش عارف إيه ومعايا إيه، مش قوي. في ناس متصوفين. المتصوفين دول بقى واصلين وبتاع، واللي هم تعرف بيظهروا للصبح ويعني على طول معاهم التسابيح والاستغفار وكده، دول معاهم يعني معاهم حاجات علويه وبتاع، وكل قران في قران. وممكن يفيد اي واحد يعني، لو حط ايده عليه فعلا هيفيده، لانه راجل محترم ومش بتاع فلوس ولا الكلام ده. في ناس كويسه، فبلاش بقى ندخل الناس الوحشه في الكويس. لا انا مش عايزه يعني الغي، مش عشان اقول ان احنا بنشجع كده، احنا بالعكس انا عايزه اشجع الناس المحترمه علشان خاطر لا البنات ولا السيدات يروحوا اماكن، لان الفتره اللي فاتت دي حصل كذا هجوم على ناس في اسكندريه وما اعرفش ايه، لمين الناس ومتعرضين للاعراض بتاعتهم، ستات وبنات وبهدله وقبضوا عليهم كذا مره. انت كل شويه افتح الجورنال تلاقي مش عارف قبضوا على مين. لا طب الله، طب ما احنا متبهدلين كده بنات وستات، انت تقبل؟ طب ما ده امير من التحرش. لو كنا بنتكلم في التحرش على مستوى مصر بقى، التحرش على مستوى
بصراحه زياده عن اللزوم ماشي. طب ده بقى التحرش اللي انا بروح له برجليا. تمام. انا بروح له لغايه عنده وبقول له ده اتفضل. فهو يمد ايده عليها بقى براحته، لا لا انا لازم اكتب على جسمها ولازم مش عارف اكتب على ظهرها وحاجات من دي. من كتر الياس بتخليه يكتب على جسمها. وبنات وستات، طب انا عرض، انا عرض ولادنا وستاتنا ليه لل، طب نحلها ازاي؟ يعني انا النهارده هل عندي اماكن مفترض ان معترف فيها او مرخصه للكلام ده ولا مفتوحه على لا احنا عدنا بقى معلش لغايه النهارده يا استاذ محمد، احنا مع الاسف مفيش، انا اتكلمت كتير في الموضوع ده، قلت مصر من اولى الناس انها تعمل زي الشيخه فاطمه كده، عايزه تعمل مركز للعلاج بالقران كريم، بيبقى تحت اشراف ناس متخصصه والناس اللي عندها المنحه دي تتفضل وتعالج الناس وتبقى كده على الملأ بقى، دي ما يبقاش فيها بهدله. اروح مكان انا مش خايفه منه، ممكن الناس بتطلع جبل في حته ولا تروح مكان ما شافتوش عمرها في فلاحين وحتت منيله وتقلط وتروح هناك تتبهدل وترجع. طب بدل الهيصه دي كلها، طب ما نعمل المركز ده، احنا اولى الناس نعمل كده. هيقول علينا ده الدليل، ده بره يعني، يعني شيخ فاطمه ست محترمه وقالت لك اعمل المركز ده، المركز ده عشان خاطر الناس تتعالج صح او تيجي في مكان صح. احنا ليه ما نعملش كده؟ تمام. وبعدين الشيخ الازهر لا الكلام ده هيقولوا علينا، هيقولوا علينا ايه؟ ده احنا اولى الناس بكده. بدل ما اولادنا انتوا شايفين ستات رغم كده بتيأس، واحده يأسه ما خلفتش بقى لها كذا سنه فبتضطر تروح، بنت بقى لها سنين تقول لك انا 20 سنه بيجي لي ارسال وناس محترمه وكل برفض. طيب ماشي، دي خلاص تقول لك طب روح فين؟ ايه نصيبها؟ ماشي نصيبها، وربنا ربنا فوق الجميع، بس في بيحصل لهم مشاكل. لا عندها لا قرين، اللي مش عارف حد عارض لمسها حاجه زي كده. طيب انا واحد اتفضل. سؤال لحضرتك النهارده كتير جدا من الدجالين. انا عايز افرق زي ما قلت لحضرتك. ممكن يقعد قدام الشخص هو بيقول ان هو ممكن يكلم القرين فالقرين يحكي له حاجه، يحكي له حياته فعقل البني ادم ده فياكد له يعني ده انت فلانه عامله لك عمل مش عارف فين في حته الفلانيه، هو قال لها مين اسم الفلانه؟ قال لها الاسم اللي هي بتفكر فيه في التوقيت ده، فبالتالي في الوقت اللي هي بتتاكد تقول ده الشيخ ده او المعالج دوت شخص كويس. طيب انا احل القصه دي ازاي؟ انا النهارده لما بروح لحد او زي ما حضرتك بتقولي معالجه للقران، الدجال ده ممكن يكون بيخلط القران بالمش عارف ايه بي 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 بيوصل لمرحله قذره عشان في حاجه اسمها لا الجن في حاجه اسمها السحر السفلي. ايوه ايه السحر السفلي؟ حاجات البلاوي دي اللي ما اعرفش يعني، يعني حاجات سفليه، حاجات مش كويسه يعني الحقيقه، بيبهدلوا بيها الناس مع الاسف. بس بس يعني احنا ما اعرفش دي بتبقى بقى بعملها بره، بعملها هنا عندنا برضه في اماكن. بس مع الاسف يعني هي في حاجات بهدله كده. انا يعني يعني هو انا مش عايزه بس اوصل الناس ان ان برضو لا انا عايز اوضح على فكره احنا بنتكلم في الموضوع ده النهارده ليه؟ انا عايز اوضح للناس اللي شايفانا النهارده ان انت ممكن تروح لشخص من الوهله الاولى تعرف ان هو ده حد نصاب، حد دجال، لان في مقدمات بتبقى للقصه دي اللي هو بيقول لك تعالى وقدم لي مش عارف ايه وادفع ايه واعمل ايه، وفي الاخر تلاقيه للاسف علشان يقدر يوصل لك شيء يبهدلك، وممكن ان هو يلبسك وانت قاعد عنده. أيوه. عشان تبدا تروح ترجع له. انا هقول لحضرتك ان بالنسبه لل في احد الناس اللي في المجال ده، في منهم شاطر بيعرف ايه ده، معاه طبعا وشوشه، فده بيقول لك حاجات كتير عن نفسك كتير قوي، يحكي لك حاجات غريبه جوه اوضه النوم حتى، يحكي لك كل حاجه. تمام. ممكن يتكلم كويس قوي فانت تقول ايه ده هايل. لا هو ما يعرفش، هو يا دوبك عند الوشوشه دي وخلاص متشكلين. في واحد تاني بيحل ولكن ما بيحكيش، يعني ممكن يعالجه خلاص ولا يقول لك كذا وبتاع انت عندك كذا. طبعا يعني ايه ده الوشوشه؟ كلمه الوشوشه اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم معاه حاجه. اللهم بقى يجيب له بقى ايه، فده بيجيب الكلام ده يقعد ينفخ في الارض ده ويطلع لا ما ينفخش. بيعملوا بلاوي كتير. لا ده معاه وشوشه يعني، معاه بسم الله الرحمن الرحيم اللي هو يوشوش، ولكن الجن ده اصلا بيستحضر القرين اللي هو عارف عنه كل حاجه. تمام تمام. انما حكايه قراءه الافكار دي دي حاجه تتبع الضمير، لان كان في هنا احد مش المشايخ اسمه عبد القادر الدقاق، ده سوري كان جه هنا مصر. ده بيرى الافكار، ده تبص تلاقيه قاعد كده يقول لك انت بتفكر في كذا وكذا وكذا، ده راجل جايب لك اسم والدتك وجدتك وكل اللي جابوه، انت تقول يا نهار اسود ده جايب حاجات غريبه كويس. كانوا قاعدين الناس مبهورين، كانت هاله سرحان جايبها. انا حضرت الراجل ده، الراجل ده اقصى حدوده قراءه الافكار دي. فانت تتجنن من قراءه افكاره ليك. ده معاه ايه؟ ده معاه حاجه اسمها بنات الافكار. يجيب افكارك، هو متربي في سوريا على حاجات معينه بس مش هشرح الكلام ده يعني مش مجاله. عنده الحكايه دي
فهو بيقول لك وبعالج بالمره. فانت طبعا هتقول يا خرابي ده بيعرف كله. أنا ده قال اسم والدتي وبعرف عنه كل حاجه. يا نهار اسود انا قابلته بقى لو قعدت معاه. قال لي ايه رايك يا حاجه سامي نتفق مع بعضينا انت تعالجي وانا. قلت له يا بابا انت ما بتعالجش يا بتنيم ده انت كده. وكان بياخد بالدولار، كان قاعد في سمير قميص في جناح ب 2500 دولار. الحكومه يا نهار اسود ده هيلم الفلوس من الناس ويمشي. وده اللي حصل اما هو لحقوه بسرعه. تمام. في ناس بتعرف زي ما بحكي لك عند الحته دي. فهو عنده بقول لك بنات الافكار دي اعلاميه وبيجيب لك كل حاجه اللي انت عايزها. طب وانا وبعدين؟ انا عايز احل المشكله. تمام. ففي حاجات كتير عايز احل المشكله بهدوء وبتبقى ناس محترمه فعلا. واللي بره دول إيه؟ انسى اللي بره بعتيني وانا اقول لك. وفعلا في مغربيات وغيره. في ناس تقول لك انا ممكن اعالج من خلال التليفون، هل الكلام ده ممكن يكون لو راجل واصل، لو حد واصل يعني ايه بقى واصل؟ انا عايز اوصل لكلمه واصل دي. يعني راجل برضه زي ما بحكي زي الصوفيين دول كده. الناس اللي هي اللي على مستوى من الرقي في الدين يعني وعندها حته روحانيه عاليه او عندها من الاخر كده منحه كده. ربنا بقى من كتر بقى انت عارف اللي بيقعدوا دول وبيطلعوا مش عارف في الجبل. في ناس دلوقتي حد يعني بتيجي تتكلم مثلا تقول لك ايه والله انا معايا انا راجل معالج بالقران وانا ما بعملش حاجه غير بالقران وبشتغل بالقران بس كده ما بيصليش. لا يا معلش بقى مع احترامي لا. وممكن يقول ان انا دكتور روحاني وان انا بعالج وفعلا يقعد يقرا قدام حضرتك القران. لا يقرا براحته. لا يقرا براحته بس ما بيصليش. طب ان شاء الله منا ايه ده كده ولا حاجه ولا له لازمه اصلا. تمام. وهستفيد منه مش هستفيد منه. هاخد وجهه النظر الاخرى لان احنا عندنا احنا عايشين في مجتمع اكيد في حد بيوافق على كلام حضرتك وحد بيرفضه. ماشي. طبعا معانا الدكتور هاشم بحري استشاري الطب النفسي. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. دكتور هاشم. ايوه معاك. اهلا وسهلا بحضرتك. ايوه يا دكتور هاشم. النهارده يمكن بنتكلم في موضوع يمكن عنوان حلقتنا النهارده الجن ما بين الحقيقه والخيال. معانا طبعا الحاجه ساميه فهمي. ودايما بنتكلم ان في ناس كتير جدا بدات توكل امورها للدجالين وان الناس تبدا تشتغل عليهم الفتره اللي فاتت وبدا اللي ما بيشتغلش يقول لك اصل انا معمول لي عمل، اصل في سحر، اصل انا دراعي وجعني. لا ده مش حاجه نفسيه، ده حاجه ممكن تكون عن طريق الجن او الكلام ده. وجهه نظر حضرتك ايه وانت راجل استشاري نفسي؟ وناس كتير جدا بتقول لك القصه ملهاش قصه بالعلاج النفسي، هي حاجه مختصه بالجن او الجن هو اللي بيأثر عليها. هو احنا في الحقيقه يعني عملنا مره استفسا كده في العيادات لقينا انه عدد كبير جدا يصل الى 60 الى 90% بعض الاحيان بيروحوا للمعالج الشعبي قبل ما بيروحوا للطب النفسي. تمام. لانه الفكره ايه؟ في عندنا مدخلين، مدخل انه ده مدخل قديم شويه ان بما اني ما عنديش تفسير للمرض فيبقى المرض ده هو من قوى عليا والقوى العليا دي هي محتاجه حد يصرفها. القوى العليا دي زي الجن او السحر او الشياطين او كده. وبدا من هنا طلع الفكره بتاعت الكوديا والزار والحته دي اللي هم بيتكلموا على قوى خفيه وهم بيحلوا العلاقه بين هذه القوى الخفيه وبين الانسان المريض او اللي عنده مشكله. تمام. لغايه لما طلع انه والله اللي هي البنت دي ما بتحركش ايدها علشان عندها مرض اسمه الهستيريا التحوليه. وده ليه علاج طبي ولا هو ما هوش لا عفاريت ولا هو جن. تمام. دي شغلانه. الشغلانه الثانيه ودي جايه من تاثير الدراما في الصوره المجتمعيه عن المريض النفسي ان هو مريض مزمن ومعتوه وعبيط وبيجيب العار لعيلته وحدوته كبيره كده. فالافضل ان انا اقول ان انا ابني ملبوس احسن ما اقول ان انا ابن مريض. هروب من المصطلح ومن الحقيقه. ايوه. فانا لما يكون ملبوس يبقى حد وحش تاني عمل فيه العمله السوداء دي. تمام. لكن لما يكون هو مريض يبقى انا مسؤول عن مرضه. انا مسؤول عن ان انا اللي خلفته وان انا اللي جبت له المرض ده عن طريق الوراثه او عن طريق التربيه. تمام. وان انا مسؤول عن علاجه ومتابعته وجوازه وشغله. فهبقى انا شايل الهم في الموضوع ده هو. تمام. احنا عندنا في المجتمع غروب من فكره مصطلح المريض النفسي ان هو دي عنده اشكاليه. تمام. يبقى حضرتك دلوقتي يا دكتور بتتفق مع الحاجه ساميه النهارده بتقول لك انا مش يجي لي الشخص ان هو يستسهل يقول انا عندي حاجه فعالجيني بالقران. المفترض ان يكون في مراحل في الاول ان هو يروح للطبيب النفسي. لو حاول معاه الطبيب النفسي اكتر من مره ما توصلش للعلاج المفترض ان هي بتقوم بدورها التالي لحضرتك ان هي بتبدا تقرا قران
وتبدا ان هي تشتغل في الموضوع يعني. والله انا شايف انه التركيبه المصريه فيها الجزئين دول مع بعض. يعني احنا عارفين ان كل احنا فينا كلنا انا بذكر الله تطمئن القلوب. اكيد طبعا. فاحنا عارفين كويس قوي انه المريض النفسي انه انا هديله العلاج اقعد معاه جلسات نفسيه، لكن طبعا انا بشجعه على انه يعرف ان ده ابتلاء من عند ربنا وان هو يصبر عليه ويتعامل معاه. فالشقين مكملين لبعض في الفكره بتاعت العلاج المتكامل. مفيش حاجه اسمها علاج روحي، يعني الروح دي من امر الله. ده اسمه علاج نفسي، انا بعالج النفس وما سواها، يعني العنها قبورها واخواها. احنا بنعالج الحاله النفسيه. يعني ممكن نقول العمل المشترك في علاج الحاله النفسيه ممكن يكون القران الكريم، حضرتك تنصح بيه والحاجه سامية بتنصح بيه. الايمان بالله، الايمان بالله ده شيء جميل جدا. تمام. بيخلي الواحد حتى لو جات له ابتلاء من عند ربنا بيصبر عليه. بالظبط. بيتعامل معاه، بس يتعامل معاه من مدخل علاجي حقيقي. طيب سؤال لحضرتك، لان في ناس كتير جدا بتقول مفيش حاجه اسمها جن، مفيش حاجه اسمها قوة عليا تسيطر على بني ادم، كل الكلام ده بيبقى لازم يكون نفسي فقط دون التدخل من اي حاجه ثانيه. حضرتك مع الراي ده يا فندم، ولا وجهه نظرك ايه في هذا الموضوع؟ هو انا في الحقيقه حاجات كتيره مدخلين، مدخل علمي وهو ان في جامعه اسمها نورث كارولاينا في امريكا، في ولايه نورث كارولاينا، وهم عندهم في الجامعه هناك مكتب قال ان اللي عنده اي قدره على الاتصال بالقوى العليا بالارواح بمحاضير الارواح باي حاجه من دي يجي ويوريها لنا قدام عينينا، وعاملين جايزه كانت $1,000,000 من حوالي 20 سنه، دلوقتي وصلت لغايه $5,000,000 لاي واحد يثبت ان عنده قدره على التعامل والتواصل مع هذه القوة. عاد عمل الحاجة سامية اهو. يعني هي فرصة، لان انا بقالهم 20 بلد بحالها فرصة. $5,000,000 للي يروح ويثبت قدام عينيهم ان هو عنده قدرة على التعامل مع القوة العليا. الناحية الثانية كانت الشيخ الشعراوي الله يرحمه في حديث هو في التلفزيون مذاع انه الجن له عالم والانس له عالم. تمام. وانه لا اتصال بين العالمين خوفا على الانس، لانه الجن قدراته خرافيه وغير ما يعني متخيل ان هم يتعاملوا مع الانسان ويعملوا عليه تسلط وايذاء، والا كان ازاي الانسان اتمسح من زمان يعني. ده راي الشيخ الشعراوي الله يرحمه. يعني معنى كده يا سلام. تمام. بشكرك دكتور هاشم بحري استشاري الطب النفسي. معانا الدكتوره سوسن فايد استاذه علم النفس، اهلا وسهلا بك يا دكتور. يا اهلا بيك يا فندم. منورانا يا فندم. الله يبارك فيك. دكتوره سوسن، ناس كتير جدا بتتكلم انتوا ما تناقشوش الملف ده، احنا لازم ما نتكلمش فيه، لان الناس بدات تتجه منكم كاعلام وبداوا ان هم يقتنعوا بخرافات موجوده في الشارع. ناس كتير جدا بتقول ما فيش حاجه اصلا اسمها جن ممكن تسيطر على البني ادم، القصه كلها هي قصه نفسيه بحته تحتاج الى استشاري طب نفسي. راي حضرتك يا فندم؟ يعني شوف يا فندم، هو طبعا الموضوع ده بالتاكيد اذا كان هنتكلم على دور الاعلام حسب هو بيؤدي الرساله ازاي. يعني في اعلانات بتقول تعالى علشان هفكرك العرض بتاعك، احنا بنقدر نعمل كذا وكذا وكذا. المفروض الاعلانات دي دي مسؤولية اجتماعية، يعني ما تبقاش موجودة كده بحرية على القنوات. دي نقطة. النقطة الثانية طبعا احنا بنعاني من أهمية ثقافية دينية، يعني المفروض يكون في درجة من الوعي الديني والثقافة الدينية اللي تحمي العقول من الخرافات. تمام. حضرتك ضعف الإيمان برضه له دخل كبير جدا، انك انت لو عارف تفاصيل وتفسيرات اللي بينص عليها القران في الموضوع ده، تعرف ان الجن ملوش اي تاثير، وان هو ضعيف جدا، وانه يعني لا يجوز ابدا الاعتقاد فيه. يعني مش ممكن ياثر على سلوك البني ادم يا فندم ويتحكم في مش ممكن الجن. حضرتك بتقول ان هو ما فيش اي اتصال ما بينه وما بين البشر. كلام جميل جدا. يعني اذا ما فيش اي علاقه ممكن تخلي الجن ياثر على نقول البشر في ارتكاب بعض الاشياء، في بعض المشكلات اللي ممكن تواجههم؟ طبعا مفيش اطلاقا اي تاثير ليهم. حضرتك اطلاقا اديني وثيقه او اديني يعني
دليل على انه ممكن يبقى لهم تاثير ايجابي على سلوك الانسان. استحاله دي امراض نفسيه وحوادث وهلاوس، وممكن نتيجه الجهل فبيحل مشكلته بطريقه وهميه، لكن في الحقيقه لا المشكله بتتحل ولا في منطقيه للموضوع ان في جن له دور في حياتنا. تمام. استحاله. تمام. دي يعني حتى اللي قارئ اللي جيد لتفسير القران هيعرف، حتى الشيطان ربنا قال له انك انت تاثيرك عليهم ضعيف. يعني ده الشيطان. تمام. مسألة في الاول وفي الاخر ضعف ايمان واميه ثقافيه دينيه، زائد مساله الجهل ممكن تخلي في ناس تبتدي تحس ان حل المشاكل كلها راجع لانه ممكن يروحوا للحل الوهمي. تمام. لان هو ما عندوش اعمال عقل يخليه يحميه للتفكير في حل المشكله حل حقيقي. تمام. ده برضه نقطة مهمة جدا. في أمراض نفسية كتير جدا بتتوهم إن ده دافع من الجن، لما بيبقى فيها هلاوس بصرية أو سمعية يبتدي، أو فصام أو حالات من حالات الـ يعني الاكتئاب العقلي. تمام. ممكن يبتدي يحصل له تصورات أو تهيؤات تساعد على إنه يبتدي يتوهم إن ده من تأثير الجن. طبعا. لكن لو عندنا احنا سياسه عالميه فيها تثقيف، فيها توعيه، فيها دفع بانه دي خرافات، ممكن دوت يحل القضيه وما يبقاش في ضحايا للقائمين على الجدل والشعوذه، وخاصه ان دولت بيبقى عندهم درجه من الذكاء بتخليهم يختاروا الفريسه ويهموها بان هم قادرين على حل مشاكلهم. بشكرك الدكتوره سوسن فايد استاذه علم النفس، ودي كانت وجهه نظر الدكتوره. حضرتك تعقيب على كلام الدكتوره؟ لا، هو كلامها ماشي، هو كلامها مظبوط، بس في حاجه ان احنا بالنسبه لحاجات كتير في مواضيع كتير ما اتحلتش بالعلاج النفسي. مع احترامي ليهم يعني. ما ممكن بتقول لك لو ما فيش حل نفسي نرجع للوهم تاني ونقول ان الجن، والجن لا يمكن يتصل او يؤثر على البني ادم، بالفعل ده موجود؟ لا، الموضوع ده ما هو موجود بدليل ان انت شايف انتشار الموضوع ده كتير جدا على مستوى الجمهوريه كلها. يعني بتلاقي طوابير واقفه وناس محترمه جدا، يعني ستات محترمه، ما مثلا تعطل موضوع الخلفه عندها بالثلاث اربع سنين بالخمس سنين. تمام. وراحت لدكاتره وبتاع وكل واحد يقول لها ما عندكيش حاجه. كويس؟ او خلاص كده احنا عملنا اللي علينا ومفيش حاجه بقى، يعني حاجه بتاع ربنا. ماشي. هي بتاع ربنا في الاخر. طب جت راحت عند حد شقه وبتاع وحصل، ربنا اكرمها وخلفت. هي بتاع ربنا ملناش حاجه، ولكن كل شيء سبب. تمام. ماشي. جوعنا سبب. انا تعرضت للحاجات دي وشفتها. يعني انا اتعرضت عليها، واخد احد الاخوات قعدت 8 سنين ما تخلفش، ما عندهاش حاجه. كويس. في الاخر خالص لما جت دار عليها لقيت لك بسم الله الرحمن الرحيم ده حد بيرد وصوت غير صوتها. مش فعلا ده فعلا ده ممكن يكون موجود ان حد يقرا على حد يلاقي اصوات مختلفه. ايوه، لا صوت غريبه. ما انا هحكي لك. هي بقى رد بيقول لي ايه؟ انت زي ايه؟ انت زي حاجه انت. انا اللي واقف لها في الموضوع ده. كل قالت لي حضرتك ما يجوا هي وجوزها يجتمعوا لازم يحصل بينهم خلاف لمده 3 ايام. اسفه، الثلاث ايام اللي فيهم التبويض لازم يحصل خلاف بينهم في خلال 8 سنوات. لغايه ما حصل الموقف ده، وانا جيت حصل بقول لك رادي ورد عليا بقول لي انا اللي واقف لها كده، يعني مش عايز، يعني عايز ممكن يتكلم. وهل حلال او حاجه شرعيه؟ ممكن حضرتك كمعالجه بالقران الكريم، هل التجاوب معاه والكلام معاه هل هو شرعي ام غير شرعي؟ لو هو بيتكلم غير شرعي؟ طب ما هو ما انا بقول لك بترد عليه. يعني انا هقول اللي اكتر من كده. احد السيدات المحترمات كانت بتقرا سوره البقره لمده، يعني انت عارف بتقراها يعني لمسافات، يعني بتقراها كل يوم قراءات كتير جدا. فاللي حصل انها زي ما تقول ضربت في دماغها، فدماغها دي بقت ايه؟ بص كانك مركبه على مروحه. جوزها جايبها كده، لما حطيت ايدي عليها بلاقيت برضه واحد بيتكلم، قال لي ده بيطلع بيكلم جوزها وصوت منيل. فقام قال لي انت عايز ايه يا حاجه انت؟ ايوه انا اللي معاك. طب ايه؟ طب هي عملت ايه؟ قال لي بتقرا سوره البقره هتحرقني. اديتها يعني ضربها على دماغها. قلت له بتقرا سوره البقره حصل كده؟ ما لها فتره بتقراها طويله جدا. ايه اللي حصل؟ عشان بس تبقى الناس اللي في البيت فاهمه. تمام. هتقول لي ده قران وبتقرا ازاي يحصل موقف زي ده؟ البيت عندك مع احترامي فيه عمار. في عمار مكان. عايزين نوضح دي فعلا في عمار. اه معلش، اه في عمار مكان. وفي الحمام وفي كل اللي ممكن تتخيله. فهو بيبقى غير الديانه. فبدات هي تقرا
هو هيتحرق بقى، ما تقرا بقى لها شويه. قال لك اخبطها بقى، خليها تفوق ولا خليها ايه تتخرس خالص. طبعا اخبطها على المحل. دماغها دي بقول لك مش واقفه على كده. في يعني انا نفسي استغربت. مارست دي بتقرا قران يا جماعه؟ بس قال لي انا بقى ما يعني انا اتحرق بقى وهي كده. طب يلا وخد من ده كتير. تمام. فبقى لا داعي لقراءة القرآن بعدد آيات كتير بعدد كتير بتتعب الجسم. ساعات تقول لك ايه تتعب انت كده بت ايه؟ طيب ما في ناس هترد على حضرتك دلوقتي من الازهر هيقول لك طب ازاي انت حضرتك بتقولي انا بذكر الله تطمئن القلوب، وازاي ان العدد ده ممكن يأذي؟ العدد كتير. طب انا بقول لك لا، ما مره قال احد المشايخ لك لا ما تقراش بعدد كده. ما ينفعش القراءات بعدد بالميات وبالالافات ومش عارف ايه وبقات كده. ليه؟ المكان مش سالك. ممكن انت بتجر ملائكه الايه دي والمكان ده مش نظيف. في مشكله فبتبدا تحصل هجوم، تحصل مشكله مش ظريفه، انت مش عارف بقى اللي بيحصل، فالدنيا بتبوظ. تمام. فده اللي انا بتكلم فيه. طب النهارده احنا لما بنيجي نتكلم في الاذكار ما هي ليها عدد معين ان احنا بنردد ايات بطريقه معينه، بس مش بالالافات. ما اقعدش بالالافات اقرا، ده الجسم واحد بيهتز من شويه تبص تلاقي نفسك بدات تهتز انت بتقرا يعني عدد معين. وتبدا تتعب، تلاقي ان التوبه دي فظيعه. ولو قعدت، ما انا بقول لك ما هي لها برضه حدود، يعني مش هقراش انت انا قاعد على سجاده وشغال، لا مش كده يعني. ما ينفعش. يعني انا بقراها بعدد معتدل ماشي، 7 مرات 21 مره مش اكتر، انما مش انا افضل ادي بقول لك في الاخر خبطها وغيرها. خلي بالك المواضيع دي. يعني احد السيدات كانت داعيه اسلاميه، ست محترمه، كانت جايه من اسكندريه، وكانت ست زي الفل، عندها 3 ولاد، عندها 2 ولد. الست دي جايه سابت الدعايه الاسلاميه وبتروح تدي دروس دينيه وبتاع، والناس كلها بيستمعوا لها. الست دي كل حته اتلخبطت بولادها بابنها بنتها، ما بتخلفش يعني، الست البنت بتخلف متبهدله. الله، كل ده لايه؟ لقيت بقى العليا هي مع الاسف عايزين يبعدوها عن هذا اللي بتعمله. ما انت بقى ما فيش شيطان، انت ناسي ان في شياطين بقى مش عايزه الجو ده. هم بيحاربوا مين؟ هم بيحاربوا الحلوين بقى اللي زي الناس اللي زي دي. ست بقى اسلاميه بتتكلم في كلام حلو جدا كل الناس بتستمع لها. هم عايزين يوقفوها. خبطوا اولادها بقى، ما انا اعمل ايه؟ اولادها اللي هم حته منها اللي هم، فخلاص سابت كل حاجه وبتنتبه على اولادها تشوف مشاكلهم. ابنها بعد عنها، بنتها مش ما تخلفش بقى لها فتره ومتبهدله، وراحوا لدكاتره ومش عارف، تقول لها حاجه ثانيه انا مش عارفه ايه اللي بيحصل، والموضوع واضح ان انا بتحارب. هي حاسه انها فيها شيطانه بتتحارب. طب ماشي، الشياطين بتحارب يا جماعه. لا تمام. طب الشياطين ما جيش. عايز اعرف برضو من حضرتك وانت بتعالجي بالقران او انت بتتكلمي بالقران، هل في ايات معينه بتختلف من شخص للتاني ممكن ان حضرتك بتقريها، ولا هي ايات معينه بنبدا نقراها على اي حاله عشان الحاله دي ربنا يكرمها لو فيها حاجه ان هي تشفى مثلا؟ لا مش هي، لا هي ايات معينه وبس. مش يعني مش بيختلف من حاجه لحاجه. لا دي اللي لا اللي بتبقى يعني مثلا في مثلا ايه يعني زي الاخوات اللي بالنسبه للزواج والحاجات اللي زي كده، ترى الفتحه دي بتفتح ابواب لا حصر لها. لو حد حتى قراها لنفسه ولادنا بناتنا قرات لنفسها كده وتمنس بيها على جسمها وهي بتقرا كده، ان ربنا يفتح عليها ابواب العمل والزواج وكله، وهي قاعده كده قدام ربنا بعد مثلا ما تصلي ربنا يفتح عليها الايات دي، يعني فاتحه المعوذات لقيت الكرسي. اكتر من كده مفيش. لو انا فيا المنحه برضه ارجع لحالتك، المنحه لو انا عندي منحه طيبه، لو قريت الفاتحه حطيت ايدي خلاص الدنيا مشيت، طالما انا عندي الحته دي. ما عنديش ولا لو اقعد من الصبح اقرا المصحف كله، واحد يقول انا بقرا المصحف كله ما جبتش نتيجه. تمام. انما واحد قرا الفاتحه على واحد، يا سلام فتحت الدنيا قدامه. تقول ازاي؟ طيب خلاص يا عم، ده ربنا مديله منحه، ليه مش معترفين؟ طيب ان هو عنده بلاء من جريش كرامات، منحه من ربنا حتى هو نفسه ما كانش عارفها واكتشفها، اتعرفت كده، مش لازم نقول اسرار الحاجات دي. طيب عايزين ايه؟ طيب زعلانين ليه؟ ليه الزعل في الموضوع ده؟ ده مش دجل بقى. قبل ما ادخل مع حضرتك، ان احنا الناس اللي شايفانا النهارده تقول طب وبعدين؟ طب والعلاج؟ هنوصل لمرحله العلاج؟ ايوه عايزين بقى، عايزين مركز بالظبط. قبل ما اتكلم في مركز وحضرتك هتقولي خطوات، انا عايز النهارده اعرف معالجه بالقران، في علاج جسدي وفي علاج روحي. تمام. كما يدعي البعض. ولكن الدكتور دخل قال لك مفيش حاجه اسمها علاج روحي، الموجود حاجه اسمها علاج جسدي، هل في فرق ما بين الاثنين؟ ومعالجه القران ازاي هنا وازاي هنا؟ لا الجسدي ده معروف خلاص. ده عضوي بقى. تمام. يعني حاجات عضويه انا ماليش فيها. عنده امراض معينه بياخد ادويه معينه،
ينفعش ان انت تقرا له قران ده بياخد ده، ولو ما خدوش هيتبهدل. تمام. ما اقدرش ادخل في حاجه مش بتاعتي. يعني اذا في علاج عضوي وده معروف، يعني ما اقدرش ادخل فيه. امراض كتير معروفه انها بتتعالج عضوي، انما في امراض نفسيه اللي هي الاطمئنان، الخوف، الوسوسه اللي هي زي ما بيقولوا الوسواس الشيطاني، الوسواس قهري دي يقول لك صعبه، بيبقى حد متوسوس. يعني تلاقي واحده ايه تخش عشان تتوضى تقعد لها يجي ساعه ايديها وعندها وسواسه. طب ده علاجه يكون نفسي ولا ممكن حضرتك تكون بتعجيب القران الوسواس القهري؟ لا لا على فكره ده لا عاوز، لا ده عايز علاج قران ده على فكره، ما ينفعش معاه علاج نفسي. يعني تاخد برشام او يتكلم معاها ماشي، انما هي ده حته بقت متلبساها انها تخش على طول عمال ايديها ورجليها. يا ستي ما خلاص، حتى البعض جوزها مثلا متضايق يقول مش معقول قوي الحسوكه دي فزياده عن اللزوم، فدي عايز تهدى تتقرا على قران. تمام. يعني طيب تفضل. يعني ندخل يعني بقى على عمليه التوعيه. لو افترضنا ان احنا مع وجهه نظر حضرتك، احنا طبعا لا مع هنا ولا مع هنا، احنا بنعرض الوجهتين للساده المشاهدين هم اللي بيحكموا في الاول وفي الاخر. طيب لو افترضنا جدلا ان احنا مع حضرتك في هذه الفكره، تقولي للناس اللي شايفاك النهارده ايه وهم عندهم حاله من التخبط ما بين المعالج القران اللي هو بيروح بيشتغل قران بس، وشخص تاني ممكن بيتقال عليه ان هو مخاوي معاه حاجات سفليه، بدا يشتغل، بدا يستخدم اساليب للجلب للقصه الثانيه اللي احنا مش عايزين نتكلم فيها على فكره. طيب عمليه التوعيه، حضرتك قلت في كلامك ان الا بذكر الله تطمئن القلوب. صح. وان القران الكريم هو مفتاح كل شيء. تمام. في نفس الحلقه احنا اتكلمنا ان في ترديد عدد معين او بقصره من الايات المعينه ممكن يؤدي ان الشخص ده يتم ايذائه من العالم الاخر. هم اخرهم سبعه. الناس النهارده اللي شايفاكي واللي ممكن يكون حاسس باضطراب او عنده هجس ان هو ممكن يكون موقوف في حياته بسبب كذا، ما بيروحش شغله بسبب كذا، خلافات زوجيه، الروجيتا بقى بتاعت الحاجه ساميه المعالجه بالقران، نحط نقاط للناس اللي شايفينها النهارده عشان يمشوا عليها. اخرها حضرتك اقصى حاجه سبعه، يعني مثلا ايه حار الفتح سبعه. تمام. المعوذات سبعة، أكتر من كده مفيش. تمام. آية الكرسي سبعة، هتقول لي رقم سبعة، رقم سبعة ده له يعني سر جميل جدا وأعتقد ناس كتير عارفاه. سره على فكرة عشان نبقى في الصورة، لا إله إلا الله محمد رسول الله سبعة. عشان كده له سر يعني، عشان كده كل الناس لو رددته بالنسبة لها جميل جدا. فأنا أتمنى إن يعني كده وتقراها على مية. حد تعبان لاقي نفسه تعبان أو مخنوق، ألم نشرح لك صدرك سبعة. تمام. على كوباية مية اشرب نصها واملس بيها الباقي على جسمي كده. تمام. اهدى جدا وابقى حلو واتوضى واعمل الحاجة دي. تمام. دي اقصى حدود. حاجة لقيتها شديدة تعبانة وحاسة ان الدنيا واقفة ومش عارف ايه، خلاص ممكن اتجه لحد بالقرآن. بس يكون بالنسبة لي معرفة او بالنسبة لي يطمن حد آمن. ممكن واحد هو في البيت يستخدم الرؤية الشرعية او يسمع الرؤية الشرعية، ممكن يتم علاجه في البيت لوحده؟ ولا لابد ان هو يتجه لحد يقرا عليه؟ اولا المكان يكون مكان يعني فيه طهاره، المكان ده نمرة واحد، الاوضه اللي انا قاعده فيها يعني بخور حلو جميل. اكون ميه ورد كده رشها في الارض وقاعده كده في مكان جميل، واكون قاعده في هدوء والمكان ما فيهش معلش مع احترامي يعني حد في البيت من احد السيدات عندها الدوره الشهريه مثلا تكون، فما فيش داعي للقرار وحد قاعد عندها زي كده، لانك انت كده بص دي ملائكه حلوه ايات حلوه، ما ينفعش ان انا بين عليا حاجه زي كده. تمام. اكون قاعد في مكان طاهر، دي اول حاجه، وهم دول مش اكتر من كده، ما اعملش اكتر من كده. تمام. واتجه لناس محترمه، ممكن ما حدش يقول لي ان ما فيش ناس كويسه، لا في ناس كويسه، واحنا مش عايزين نعترف بالناس الكويسه دي، خلاص براحتهم، كل واحد براحته. انما انا بتكلم، طب انا الناس اللي جاتني دي او الناس اللي جاتني كانت لها مواضيع ومنهم دكاتره، شوف بقى لما تقول انت دكاتره وهو بيتجه كده يقول لك لا ما فيش الكلام ده. تمام. انا جاي دكتور محترم. تمام. كان عايز يخلي بقى له 9 سنين ما بيخلفش. تمام. طيب طبعا احنا للاسف وقت حلقتنا خلص. زي ما الحاجه سامية النهارده قالت، او احنا تبنينا الفكرتين او حاولنا نفتح الملف ده من وجهتين نظر مختلفتين. اتكلمنا في الجانب النفسي واتكلمنا في الجانب نقول العلاج بالقران. هل الاشياء دي موجوده او مش موجوده؟ الى متى لم ولن تظهر هذه الحقيقه حتى الان؟ ناس كتير جدا في دول كتير جدا بدات تعترف بهذا الامر وبداوا يشكلوا اماكن رسميه، لان كده كده الناس هتروح وكده كده الناس هتسمع، وللاسف
هيروحوا في اماكن تبقى بالغه الخطوره. نخاف من طبعا. اتمنى في الفتره اللي جايه يكون في بيان رسمي من الازهر الشريف ان الحاجه دي موجوده او مش موجوده، نبدا نوعي الناس نفهمهم، ما يكونش هناك صمت وبعد عن الحقيقه، لان احنا محتاجين ان احنا نفهم، ومش هنقدر نفهم غير من مكان موصول بيه اكيد زي الازهر صح. الشريف بشكرك الحاجه ساميه فهمي معالجه بالقران الكريم، بشكرك شكرا جزيلا. اتمنى موضوع المركز ده تامل عشان بناتنا وسيداتنا تتجه ليه ويبقى تحت اشراف الازهر. طب ايه المشكله؟ ما انتوا بتعملوا حاجات كتير، ايه لو عملتوا انتوا المركز الناس العالم كله هيجي لكم. اعزائنا المشاهدين، نتمنى نكون حاولنا نوصل جزء من المتداول في المجتمع المصري. على وعد بلقاء اخر الاسبوع القادم، والى اللقاء.